الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة ياسمين رئيس واللي بتحتفل حاليا بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز فحفل مقام في قلعة صلاح الدين وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف النجمة ياسمين رئيس ومن بين الحضور دينا الشربيني وكريم فهمي وزوجته أم حسين ودنيا سامي وغيرهم وبتعتبر دي الزيجة الثانية للفنانة ياسمين رئيس بعد انفصالها عن المخرج هادي الباجوري واللي انفصلت عنه منذ عامين تقريبا وكانت انجبت منه ابن واحد بيدعى سليم والزوج الثاني لياسمين رئيس هو رجل الاعمال احمد عبد العزيز وهو من مواليد عام 1980 وبيعمل في قطاع التعدين والطاقة المتجددة والمقاولات ومدير عام لشركة البنيان العربي وهو نائب رئيس شركة امباكت جروب انترناشونال وكانت انفصلت الفنانه ياسمين رئيس عن زوجها المخرج هادي الباجوري بعد تصريحاته عن الغيره حول موافقته علي ظهورها بأعمال فنيه فيها مشاهد قبولات طالما السياق الدرامي عايز كده وده كان اول خلاف بين ياسمين رئيس وطلاقها انزعاجها من تصريحاته اللي اثارت الجدل